نبيا أعطاه الله تعالى القدرة على أحياء الموت وعلى شفاء الأبرص والأكمى والأعمى بإذن الله. كانت له معجزات من أول يوم ولد فيه، بل كان ميلاده معجزة. لقد أنطقه الله في المهد وصار يخلق من الطين كهيئة طير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله. قصتنا اليوم عن المسيح عيسى ابن مريم رسول الله. تابعونا، ولكن أولا لا تنسوا الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم والإعجاب بالفيديو والاشتراك بالقناة حتى يصلكم منا كل جديد إن شاء الله. ولا تنسوا أن تتركوا لنا تعليقا، فذلك يحفزنا على نشر المزيد من الفيديوهات الهادفة والمفيدة. السلام عليكم. بعدما قتل بنو إسرائيل نبي الله يحيى ونبي الله زكريا عليهما السلام، وبعدما بشروا بقدوم المسيح عليه السلام وأن هذه البشارة موجودة في كتب العهد القديم حتى على لسان الأنبياء الصغار الذين هم 12، وقد ذكروا في القرآن الكريم ب12 نقيبا عليهم الصلاة والسلام، وشاء وعد الله. ختم الله تعالى أنبياء بني إسرائيل بنبي الله المسيح عيسى ابن مريم، فهو ابن مريم بنت عمران ابن ماثان، يعود نسله لنبي الله سليمان ابن داود عليهم الصلوات والتسليم. وقال الله تعالى: إن الله اصطفى آدم ونوح وآل إبراهيم وآل عمران على العالمين ذرية بعضها من بعض والله سميع عليم. لم يكن المسيح عيسى بن مريم مولودا كأي مولود، فقد ولد بدون أب كما ذكرنا في الفيديو السابق. لمتابعة سلسلة قصص الأنبياء انظر إلى الرابط في صندوق الوصف. وكانت مريم تتعبد في المسجد، ولكن إذا حاضت ذهبت إلى بيت خالتها حتى تطهر. وفي يوم من الأيام لم تذهب إلى بيت خالتها بعد أن حاضت، وذهبت إلى مكان عال ومرتفع مستورا عن الناس، فذهبت إلى هناك ومكثت أيام حيضها واغتسلت. وبعد أن ارتدت وجففت ملابسها نزل جبريل الأمين عليه السلام وقد تشكل على هيئة بشرية حتى يبلغها بشارة الله لها. وعندما رأت مريم جبريل الأمين عليه السلام فزعت منه وأخذت تترجاه وتستعيذ بالرحمن منه، ولكن طمأنها جبريل وأبلغها أنه رسولا من قبل رب العالمين ليبشرها بكلمة اسمه المسيح عيسى ابن مريم رسول الله، وأن هذا الولد سيولد من دون أب كما أراد الله. فهذه آية من آيات الله وكرامة للعذراء البتول. وقال تعالى: إذ قالت الملائكة يا مريم إن الله يبشرك بكلمة منه اسمه المسيح عيسى ابن مريم وجيها في الدنيا والآخرة ومن المقربين. صدق الله العظيم. وعندها بدأت مريم بالتفكير كيف ستواجه القوم بهذا الولد وماذا ستفعل بهذه البشرى، فلن يصدقها الناس وسيتهمونها في شرفها وهي العذراء الطاهرة. وعندما بدأ الحمل يظهر على مريم وبدأت بطنها بأن تكبر شيئا فشيئا، اعتذرت العالم وذهبت إلى مكان قصي
حتى تضع المولود، وتمنت وقتها أن تموت، وقالت: يا ليتني مت قبل هذا وكنت نسيا منسيا. فناداها الأمين جبريل عليه السلام وقال: يا مريم، ألا تخافي ولا تحزني، قد جعل ربك تحتك ثريا، وهذي إليك بجسع النخلة تفاقط عليك رطبا جنيا، فكلي واشربي وقري عينا. وعندما وضعت مريم العذراء الطفل المبارك المسيح عيسى عليه السلام، أخذت وذهبت به إلى قومها ودخلت عليهم وهي تحمله. فبدأ بنو إسرائيل باتهام العذراء في شرفها وإنها جاءت بشيء منكر لم يذكروه عليها أو على أحد من أهلها، فقالوا: يا أخت هارون، ما كان أبوك امرأ سوء وما كانت أمك بغية، ولكن كانت مريم التي تعلم أن الله ناصرها لا محالة أشارت إلى عيسى المبارك عليه السلام، وتكفل الله تعالى بأن يجعل عيسى هو من يرد عليهم وهو في المهد، وكانت هذه أول علامة لنبوته. فقال نبي الله عيسى: إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبارا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا. وعند ولادة المسيح سنتوقف قليلا، فكل إنسان يولد يقوم إبليس بنغزه، ولكن هناك اثنان لم يقم اللعين إبليس بنغزهم: أولا نبي الله عيسى عليه السلام، ونبي الله محمد صلى الله عليه وسلم. فقد استعاذت حنة أم مريم زوجة عمران ودعت الله أن يحفظ ذريتها من الشيطان، فاستجاب الله لها. وقد وثف رسول الله صلى الله عليه وسلم نبي الله عيسى وقال عنه: كان جميل الوجه، لون بشرته يميل الحمار، كان مربوعا لا بالطويل ولا بالقصير، كان عريض الصدر، كان حلو اللسان، طيب القلب، شعره يقطر منه الماء ولم يصبه ماء. وكانت رسالة عيسى عليه السلام ما هي إلا تكميلا لرسالة موسى قد بعث خاصة إلى بني إسرائيل، وما انتشرت هذه الديانة إلا في عهد الملك قسطنطين وبولس المبشر. وقال الرسول صلى الله عليه وسلم على أخاه عيسى قولا حسن، فقال النبي: أنا أولى الناس بعيسى، فالأنبياء أخوة من علات، أمهاتهم شتى ودينهم واحد، وليس بيني وبينه نبي. صلى الله وسلم وبارك عليك سيدي يا رسول الله، وصلى اللهم وسلم وبارك على المسيح ابن مريم. فعاش عبد الله ورسوله عيسى ابن مريم موحدا على دين الإسلام، مكملا لما جاء به موسى وسليمان وداود، وما أتمه نجمة السماء محمد صلى الله عليه وسلم. وما كان عيسى يدعي الألوهية قط، وما كان إلا كبقية الرسل كما سلفه وإخوته من أولي العزم من الرسل. وأنزل الله تعالى على عيسى كتابا جديد يسمى الإنجيل، وما كان فيه إلا تكملة لما أنزل من التوراة، فكان فيها شريعة موسى وتعاليمه إلى بني إسرائيل، وبشر عيسى بأخيه محمد صلى الله عليه وسلم. كان نبي الله عيسى عليه السلام في بداية دعوته
لما ذهب لبني إسرائيل يدعوهم للإيمان بالله وإنقاذهم من الشرك والضلال. وما كانوا يفعلون ما كان منهم إلا كما فعلوا مع الأنبياء من قبله، إلا كذبوه فكفرت طائفة، وما آمن مع المسيح وعيسى بن مريم إلا قليل. فظل بني إسرائيل على عادتهم برغم المعجزات التي أيد الله تعالى بها نبيه عيسى، فكان عيسى عليه السلام يبرئ الأكمى والأعمى والأبرص بإذن الله، ويحيي الموتى بإذن الله، وكان يأخذ من الطين فيشكله كهيئة الطير فينفخ فيه فيكون طيرا بإذن الله، وكان ينبئ بني إسرائيل بما يفعلون في بيوتهم وبما يدخرون. سبحان الله، وكل هذه الآيات وبني إسرائيل معرضون عن ذلك، وكانت من معجزات عيسى عليه السلام المائدة التي نزلت من السماء عليهم، التي طلبها منه الحواريين حتى يأكلوا منها وتطمئن قلوبهم لعيسى عليه السلام، وليكن ذلك اليوم الذي تنزل فيه المائدة عيدا لهم. ودعا نبي الله عيسى رب العالمين أن ينزل المائدة، فاستجاب الله تعالى لعيسى عليه السلام، وأنزل الله تعالى المائدة على بني إسرائيل، حذرهم الله بعدها أن يكفروا، وإلا سيعذبون عذابا لم يعذبه أحدا من العالمين. وكانت مائدة عظيمة فيها ما لذ وطاب، خير لا ينفذ وطعام كثير، وما إن انتهى اليوم إلا وبنو إسرائيل جحدوا بالآيات وجحدوا بما جاء به عيسى عليه السلام. وكل هذه المعجزات لم تكن كافية لبني إسرائيل حتى يؤمنوا بنبي الله عيسى، بل لم يكتفوا بتكذيب المسيح عليه السلام وكادوا له المكائد، وعثموا على صلبه وتعذيبه. فأنزل الله تعالى شبهه على رجل آخر من بني إسرائيل، واسمه يهوذا الإسخريوطي، وكان رجلا من تلاميذ المسيح عليه السلام، ولكن خان نبي الله، فكان جزاؤه أن يصلب مكانه، فالجزاء من جنس العمل، وهذا ما سنتحدث عنه إن شاء الله. إلى هنا انتهت حلقة اليوم، وانتهى معها سلسلة قصص الأنبياء، وسنبدأ إن شاء الله في سلسلة جديدة تروي قصص القرآن ومعجزات للأنبياء بالتفصيل. كل ما نطلبه منكم أن تدعمونا وتشتركوا بالقناة وتعلقوا لنا، فذلك يساعدنا على الانتشار والتوسع. شكرا لكم على حسن الاستماع والمشاهدة، في أمان الله ورعايته.